الأستاذ الدكتور إيمان عزام، أستاذ مساعد بكلية الطب جامعة اسكندرية. طبعا مع قرب شهر رمضان كل سنة وحضراتكم طيبين، بيبقى فيه نوع من أنواع التوعية للمرضى السكر عن الصيام. طبعا النقط دي لازم تتغطى كلها، 5 نقط أو 6 نقط. أول واحدة فيهم التقييم اللي بيبتدي قبل رمضان، فما ينفعش المريض يروح للدكتور دايركتلي قبل رمضان يقول له أنا عايز أصوم، لازم يكون في تقييم قبل رمضان. التقييم ده هو بيعتمد على هو من النوع الأول ولا من النوع الثاني، هو بياخد أني عقار، بياخد إنسولين، بياخد عقار بالحقن، بياخد أدوية، بيعتمد على وجود أي مضاعفات سكر عنده، بيعتمد على العيان ده هو جاله قبل كده هبوط في السكر ولا ما جالهوش، جاله غيبوبات أسيتونية أو كيتونية أو زيادة في حموضة الدم، عنده دراية كاملة بهبوط السكر أو ما عندوش، أداؤه في صيام رمضان اللي فات كان كويس ولا مش كويس. كل العوامل دي احنا بنبني عليها تقييم العيان للسكر قبل ما يخش شهر رمضان الكريم. أول ما العيان ده بيخش شهر رمضان بيبقى عايز يصوم. طيب مين الناس اللي احنا بنتجنب صيامهم؟ حقيقة في ناس بنتجنب نقول لهم انتوا مسموح لكم ان انتوا تفطروا في رمضان ومش مفروض ان انتوا تصوموا في رمضان. الناس دي اللي جالها الأطفال طبعا تحت 12 سنة المصابين بالسكري، المسنين اللي خصوصا عايشين لوحدهم، الناس اللي عندها خلل بوظائف الكلى، اللي جالهم قبل كده احتشاء بعضلة القلب او ضعف في عضلة القلب ما يصوموش، الحوامل، الرضع اللي بيرضعوا، كل دول ليهم رخصة ان هم ما يصوموش في رمضان. طب الناس دهيت لما تصوم في رمضان احنا بننصحهم بايه؟ بننصح في شهر رمضان ان هم يبتدوا يقيسوا سكرهم في البيت بطريقة منتظمة قبل الفطار وبعد الفطار بساعتين وقبل وجبة السحور وعلى الفجر بطريقة منتظمة، خصوصا اللي بياخدوا انسولين ما بياخدوش عقارات دوائية بالفم، لا اللي بياخدوا انسولين ان هم يكونوا على دراية كاملة ازاي يقيسوا لنفسهم للسكر. ونبتدي نعرف العيانين ايه هي الاعراض بتاعة هبوط السكر والاعراض بتاعة زيادة السكر عشان لما يحصل لهم حاجة في البيت يقدروا ان هم يبقوا على دراية ويقيسوا سكرهم لنفسهم. برضو النظام الغذائي المتبع في رمضان عشان ما يحصلش هبوط في مستوى السكر أثناء الصيام أو ارتفاع مفاجئ فيه بعد الغداء بعد الفطار، لازم يبقى متبع نظام غذائي جيد. المجهود البدني خلال رمضان برضو لازم نراعيه، خصوصا أن صلاة التراويح بتعتبر مجهود بدني بعد الإفطار. لازم برضو الأدوية، زيارة الطبيب قبل بداية الصيام عشان في أدوية في رمضان بتحتاج إلى دوز أدجستمنت أو تغيير في الجرعات قبل البداية على طول بداية الصيام، وفي أدوية تانية ما بتحتاجش أي لعبة في الجرعات بتاعتها. حسب استشارة الطبيب لازم حضراتكم تروحوا للطبيب تقولوا له أنتوا بتاخدوا إيه من أدوية عشان نشوف إيه اللي ممكن يتقلل وإيه اللي ممكن يفضل زي ما هو خلال الصيام. كل سنة وحضراتكم طيبين ورمضان كريم عليكم.